إذا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء وبكل مكان، هكذا هي الانطلاقات وهكذا هي التحديات وهكذا هي التنافسات المستمرة والمتواصلة. انطلاق الثالث عشر بتعداد أشواطنا في مساء هذا اليوم مباشرة مع المركز الأول، حيث انطلاق الشاهينية وشيفان سالم محمد العامري قادما بالمركز الأول، قادما يقدم لنا شعار على الصدارة بكل جدارة وإثارة. المركز الثاني حيث الوصول من طواري، أهلا يا طواري، ومحمد بن عبد الله العطير العامري مقدما لطواري على المركز الثاني. المركز الثالث لاحظ الوصول من إدارة مبارك بن سهيل بن مبارك بالحطم العامري مقدما للإدارة على ثالث المراكز. المركز الرابع حيث تسلل اليافل سهيل بن حمد بن قناص العامري مقدما لليافل، تتسلل لتتاتي على المركز الثاني، تغير بمركز يسمح لها بالتنافس. لاحظ التسلل من غنايم عبد الله بن سعيد بن غرير الاكتبي قادما مقدما للشعار على المركز الخامس والمركز السادس، حيث الوصول والتسلل من ميعاد سهيل بن عبيد بن خيرات العامري مقدما للشعار على سادس المراكز. المركز السابع لاحظ إدارة اللي تراجعت للمركز السابع، وبالحطم ياتي مبارك بن سهيل بن مبارك بن محمد بالحطم العامري مقدما لشعاره على سابع المراكز. المركز الثامن حيث الوصول والتسلل من الظبي سعيد بن خليفة حميد بالركاض قادما ليقدم لنا الظبي على المركز الثامن والمركز التاسع، حيث التسلل من الهايلة مسعود بن مهير المزروعي على تاسع المراكز. والمركز العاشر حيث وصول العزرة محمد بن منصور بن سالم العامري. هكذا إذا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء وبكل كل مكان من دانة الدنيا دبي، حيث انطلاق مهرجانها وختاميها، ختامي المرمومة التراثية والذي يأتي بنوعية فاخرة، أحد أقوى الميادين، أحد أشرس الميادين، يحتضن هذه الشعارات الرنانة، يحتضن هذه الشعارات الفنانة. لاحظ طواري اللي أعلنت الطواري على المركز المرموق على الصدارة الأولى، محمد بن عبد الله العامري مقدما لطواري، مقدما للإثارة، مقدما للشعارة مركز مرموق على الصدارة الأولى، يعلن بها التحدي ويعلن بها الطواري. شاهد المركز الثاني ميعاد اللي وصلت سهيل بن عبيد بن خيرات العامري قادما مقدما لشعار رجوة اللي وصلت ناصر بن مبارك بن ناصر المنصور، أهل الوثب قادمين مقدما أيضا لأحد نوعياته الفاخرة، لأحد نوعياته الممتازة. حضرت المقاتلات، حضرت المشاكسات، فكثرت الترشيحات يا أخواني بالمجالس والاستديوهات لتتواجد هذه الشعارات. كل يحمل اسم رنان وكل يحمل اسم فنان، والكيلومتر الأخير كيلو الطواري، كيلو الطواري، حيث طواري بمركز مرموق، بمركز يسمح لها بالتنافس. طواري على المركز الأول، راعي الطير محمد بن عبد الله العامري مقدما لشعاره، مقدما للإثارة. لاحظ الهايلة اللي وصلت حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي المهندس قادما من ميدان الدريز، يقدم لنا شعاره على المركز
المركز الأول يغير على الصدارة الأولى، ولكن هملولة مبارك بن راشد بن محمد الشامسي يقدم لنا السلالة الهملولية. أيضا الشاهينية وصلت، دمن شاهيني يسري بعروقها، عبد الله بن عبيد بن علي الدرعي، ولكن المهندس شاهد اللي وصلت. الله يا ذخير علي بن سهيل بن مسعود بن غصنه العامري يقدم لنا ظهيره، يقدم لنا ذخيره، ولكن تاتي من الصفوف الخلفيه نوعيه فاخره، اداء مميز العامري. يا مالك ذخيره علي بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري، سلام يا العامري، سلام على هذا الفوز والانتصار. نوعية فاخرة أتت من الصفوف الخلفية لتفرق الصفوف، عنوانها لا تعرف إلا المستحيل، لا تعرف المستحيل، إلى المركز الأول. سلام يا بن مسعود، سلام يا بن غصنة يا العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الأول المهندس اللي وصل على المركز الثاني، المركز الثالث شاهد وراقب حيث وصول وتسلل وانطلاق اللي وصلت الشاهينية عامر بن عزيز بن محمد بن عزيز الحميري. والمركز الرابع اللي وصلت على رابع المراكز الحذرة لياتي عتيبه بن سالم بن النايلي الشامسي. والمركز الخامس اللي وصلت فيها الظبي هملوله اللي وصلت على المركز الخامس، ومبارك بن راشد بن محمد الشامسي. اذا تهانينا والناموس لمالك ذخيره من قدمها لنا علي بن سهيل بن مسعود بن غصنه العامري بتوقيت زمني 6 دقائق وثانية. تهانينا له والناموس على هذا الفوز والانتصار علي بن سهيل بن مسعود. سلام يا بن غصنه يا العامري على هذا الفوز والانتصار المستحق من قدم لنا ذخيرة صاحبة عرض ممتاز في آخر الأمتار. تهانينا والناموس على